كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، والهدف الأول يأتي لصالح النصر. الهدف الأول يأتي لصالح النصر عن طريق نجم الفريق القائد عبد المحسن عسيري. إذن يأتي بأولى الأهداف، وسجدة الشكر لرب العالمين على هذا الهدف من جانب لاعبي النصر. إذن الهدف الأول يأتي في اللقاء بعد أن كانت المباراة صامتة، الآن تهدر لصالح نادي النصر بأولى الأهداف وتصرخ بهدف أول لصالح نادي النصر. طريق القائد ونجم الفريق عبد المحسن عسيري. شوف الكرة العرضية كانت موزونة بشكل رائع، والمتابعة تحسب لهذا اللاعب الرائع عبد المحسن عسيري، وتابع أيضا سمو الأمير تركي، متابع لأبنائه بكل تأكيد للمجموعة الشابة الحاضرة.